هما ال 50 60 فدان اللي انا عايزهم وبيتفقوا بيعملوا ال 50 فدان وبعمل عندهم التقاوي، ما دام السعر اللي انا بعرضه عليهم مجزي يعمل الحاجه ديت بيتفقوا بيعملوه، لان هو الفلاح بيدور النهارده. يعني انت موضوع زراعه الرز ده، هو الفلاح بيجري على زراعه الرز ده وعشان خاطر الرز، عشان هو ضامن تسويقه. يعني تطبيق يعني سياسه ابص التعاقديه، ان انا ازرع تعاقديه، ازرع تعاقديه. الفلاح المصري منتج شاطر لكن فاشل في التسويق. يعني التسويق ده عارف فلاح زرعي. طيب عامل زي مصر. طيب احنا خلاص احنا عارفين يزرع الزرع، احنا قضينا على على المرض. احنا بدل ما نعالج العرض نعالج المرض. ده تأكيد. طيب الاستاذ عبد الحميد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، الفلاح بينتج حاصله كويس بس في مشكله عنده، ما بيلاقيش ارشاد يقول له ايه لما تحط المبيد ما تجمعش على طول. صح. ليه؟ لان لو جمع على طول هيطلع تحليل متبقيات المبيدات، كده هترجع رساله كبيره هيضر ناس وسمعت مصر. طيب ايه المشكلات اللي بتقابل حضرتك كاستاذ عبد الحميد في الخارج، وخصوصا بعد ما نبعت رساله موجوده فيها مشكله؟ بص يا فندم، بص حضرتك، اول حاجه انا رايي التشريعات اللي هي بتاعت الخمسه وسته مليون فدان دي تبقى تشريعات مختلفه، لان الفلاح ده اهم حاجه عندنا. مفيش شك، سواء السلع الاستراتيجيه ده لازم نريح الفلاح فيها تماما. ممكن لما نتكلم بقى عن الرز والمشاكل بتاعت الرز بعدين، ولكن الناحيه الثانيه بقى بتاعت مشاكل الصحراء، انا يهمني جدا ان الراجل اللي هو بيزرع الاشجار والخضار والكلام ده كله يبقى عنده معلومات يعني اساسيه في عمليه متبقيات المبيدات، وازاي الرش وازاي يقدر يرشه وانهي مبيد يرشه، كل هذه التفاصيل. ودي عايزه ارشاد زراعي. مفيش ارشاد زراعي في مصر، لا يوجد ارشاد. عندك في حاجه يا استاذ طارق، انت عندك دلوقتي مخصبات يعني بتاع حيوي مبيد حيوي. صح، خدت بالك؟ الفلاح بياخده ممكن يحطه في الموتور اللي فيه مبيدات يموت. يعني ما تديش، يعني انت المفروض هنا المبيد الحيوي ده المفروض ليه طريقه معينه ترش. المفروض من يملك ان ينقل الخبرات مقصود. من يملك ان ينقل الخبرات للفلاح؟ لا لا لا. طب ما احنا بدل ما يقولوا اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع. بس يا فندم في حتتين هنا. اول حاجه مصدرين اللي هم علموا اعداد كبيره جدا من الفلاحين اللي بيشتغلوا معاهم، بالذات الحاجات اللي بتاعت الخضار، زائد ان هو لابد بقى يبتدي يتكون تيم تغيير المناهج الزراعيه بالكامل في الكليات والمدارس الزراعيه، ازاي بتبقى العمليه الزراعه والما قبل الحصاد وما بعد الحصاد وكل هذا الكلام لابد انه يتغير. هي دي الاساس، والارشاد الزراعي بدا يتكون بقى عشان مش دلوقتي، عشان الفترات الجايه القادمه. زائد الحاجات بقى المهمه جدا زي ما الحاج